دي احسن فكره، كفايه. مفروض مش اللي جاي جاي بيتطوح، ده حتى عيب. المفروض ان احنا نطبق القرار ده على اي حد بيتعاطى مخدرات يتفصل من شغله على طول. هو طبعا قرار كويس جدا ان هو استكمال للقرار بتاع 100 مليون صحه بتاع الرئيس دوت، دي حاجه كويسه جدا. بالنسبه للمخدرات ما اعتقدش ان هو كويس للموظفين، اعتقد ان هو كويس للطبقه بتاعت السواقين والكلام من دوت. مفيش موظف بياخد مخدرات. لا هيأثر كتير جدا، المفروض يتعمل كمان في اي وظيفه، حد يخش يتوظف جديد لازم يتعمل له عمليه الفحص ده. اي واحد بيشتغله يبقى فحص دوري كل 6 اشهر، مش مره واحده في السنه وخلاص. والله خير لكل الناس، لان الناس تبقى فايقه ومنتبهه لحالها وتنجز في اعمالها، ويا ريت يكون زي اللجان لاثناء الشرطه ما بنعدي عليها سواء ليلين او يكون في لجان في الشوارع على البني ادمين كمان عشان نفوق من كل الاحداث اللي احنا بنتعرض لها. يا ريت، لان احنا تعبانين من الموضوع ده اصلا، لان اللي بيشربوا بقوا كتير قوي، فهيبقى افضل. وبعدين اللي انا سمعت ان هيبقى في فصل كمان. انا مبقاش راكب عربيه كرواز مثلا وفيها واحد بياخد مخدرات وبياخد برشام وبتاع، وانا حياتي تبقى هقدر معاه يعني. انا في القصر العيني، يعني بقول ان ده مهم جدا عشان خاطر تعامل العيانين. طبعا لو في ناس بتاخد مخدرات ولا كده ديتها يعني هتعدل من مستوى الدنيا، وطبعا لو كده يا اما يتعالجوا يا اما يسيبوا مكانهم بقى لحد يأصلح. قرار حكيم وكان يجب ان يتفعل من زمان، منعا لحوادث كتيرة حصلت وكوارث كتيرة حصلت. كان فين القرار ده من زمان؟ والله هي حاجة مهمة للمجتمع ان الحكومة تبادر بالحاجات دي زي دي، حتى تنبه الناس، توعيهم من مخاطر المخدرات واثرها على الاقتصاد واثرها على الحياة الاجتماعية للمجتمع. هيأثر أثر إيجابي على المجتمع يعني، يبقى أثر حلو يعني على المجتمع، هتقل نسبة الحوادث. إن النهارده الموظف لما ياخد جرعة مخدرات يجي واحد زي حالاته ولا زي حالتك ولا أي حد يجي يقول له اعمل لي ورقة ولا أي حاجة، يبقى واقف قدامه إزاي؟ واقف يعمل كده ولا كده؟ حرام. أحسن حاجة.